الاهلي. جمال انا وعدتك اعطيك جزء خاص في هذا الموضوع. انا حقيقه استغرب للامانه، انت قلت كلام ممكن تقول لو الاتحاد يشوف جدول المباريات الاتحاد حيلعب مباريات كثيره خارج ارضه، لكن من البدايه انت كلجنه مسابقات لازم انت تكون في تنسيق بينك وبين وزاره اللجنه الهندسيه بوزاره الرياضه على الملاعب، هذا الملعب جاهز ولا مو جاهز؟ عشان كده انا استغرب للامانه، يعني كل سنه الاتحاد والاهلي يلعبوا في الشرائع ولا في الان في 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 رديف الجوهره ولا في الشرائع، ليه يعني كل سنه هذا الكلام؟ احنا يعني الملاعب هذه الصيانه ما تصير الا في ملعب استاد الجوهره، الزراعه الشتويه يسموها، ليه يعني في ملعب الجوهره؟ ليش مو استاد الملك فهد ولا استاد الامير فيصل في ملاعب شتويه؟ يعني الاتحاد والاهلي موعودين كل سنه بالطريقه هذه، وين التنسيق؟ يعني انا استغرب للامانه، هل هذا في عداله منافسه؟ ما في للامانه، انك تلعب الاتحاد والاهلي خارج في 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 مكه، يروح يلعب في مكه ولا في 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 في, في رديف الجوهره؟ رديف الجوهره ما هو الملعب اللي يتناسب مع امكانات البطوله هذه، المسابقه الكبرى. فانا مستغرب للامانه، كان المفترض يكون في تنسيق بين، اذا كان في زراعه شتويه او صيانه شتويه للملعب، المفترض انه يكون في تنسيق بين الاتحاد او بين الرابطه او لجنه المسابقات في الرابطه وبين وزاره الهيئه الهندسيه في قبل ما ينحط الجدول انه هذا يوم كذا عندنا في صيانه للملعب. ها هذا كلام مفروض يصير، مو كل سنه يتكرر، يعني شيء عجيب للامانه. كل سنه الاتحاد الاهلي يا يلعبوا في الشرائع يا الان يلعبوا في الرديف، فما مو معقول. وفي ظل انه الانديه الملاعب الانديه غير جاهزه ملعب الاتحاد الاهلي، انا استغرب واتمنى تدخل من الامير عبد العزيز بن تركي للوقوف على هذه المشكله والمعضله اللي حقيقه تواجه الاتحاد الاهلي كل سنه.